يقال إنه كلما كان العقرب صغيراً كلما كان ساماً، فهل تنطبق المقولة على هذه السيارة الصغيرة؟ بدأ كارلو أبارث مؤسس الشركة التي تحمل شعار سكوربيون، بدأ في عام 1949 بصنع سيارات رياضية بصناديق أمتعة صغيرة، ما بث الرعب في صفوف السيارات الضخمة. الموديل 595 الذي برز بعد نجاح فيات 500 يمكن أن يكون ملائماً لذوق صاحب ماركة سكوربيون، والتي باعها عام 1971 إلى دار فيات. منذ ذلك الحين وشعار سكوربيون يزين موديلات فيات القوية. قد يصف البعض هذا بالضوضاء، لكنني أسميها موسيقى. وبغض النظر عن من هو مسؤول عن تطوير النظام العادم في أبارت، فإنه يستحق بالتأكيد جائزة أوسكار على تصميم الصوت. لنستمع. هذا ربما أفضل صوت سمعته على الإطلاق لسيارة بمحرك ذي 4 أسطوانات وبسعر معقول. هذا الصوت العالي في السيارة الصغيرة ناجم عن تزويدها بنظام العادم الرياضي ريكورد مونزا. من الصعب الشعور بالاسترخاء ولو للحظة واحدة، فالسيارة الرياضية الصغيرة تندفع بسرعة إلى الأمام. يحتاج التوربو إلى عدد لفات يتراوح بين 2000 و 3000 لفة للوصول إلى ضغط التشغيل، لكن بعدها تنطلق بسرعة إلى الأمام. عبر التهوية الأوتوماتيكية تصل السيارة التي يبلغ وزنها طناً و100 كيلوغرام إلى عزم دوران 250 نيوتن متر كحد أقصى. وباستثناء شكلها الدائري، فإن سيارة 595 لا تجمعها قواسم مشتركة كثيرة مع فيات 500، وهذا يبدو جلياً من خلال فتحات التهوية وعجلات بقطر 17 بوصة. وأيضاً عبر فرامل بريمبو الرياضية. أما نظام الملاحة فموجه عبر جهاز تومتوم المثبت على لوحة العدادات. تصميم المقاعد تم تطويره خصيصاً بالتعاون مع شركة زابلت المتخصصة في إنتاج مقاعد سيارات السباق. محرك التوربو يعمل بالبنزين وتبلغ قدرته 180 حصانا تقريبا، ويتسارع خلال 6.9 ثوان الى 100 كيلومتر في الساعة. اما استهلاك الوقود فهو حوالي 5.8 لترات وفقا لشركة فيات. التروس الخمسة القريبة من بعضها تسمح بالانطلاق بقوة، وأنا لم أقود من قبل سيارة بهذه الخشونة التي تظهر بوضوح لدى قيادة السيارة عبر مطبات. وبالضغط على زر القيادة الرياضية يمكنني تحويل أسلوب القيادة إلى درجة أسرع قليلا، وبالتالي تصبح درجة استجابة المحرك أقوى. السيارة مزودة بأنظمة مساعدة على مراقبة ثبات السيارة مثل تورك فيكتورينج وغيره. وباستثناء نظام تورك فيكتورينج لا يمكن وقف تشغيل باقي الأنظمة بطريقة قانونية. ولذا من المثير للدهشة أن تورك فيكتورينج أو تي تي سي غير مفعل في الأساس، ولا يعمل إلا عندما يفعله السائق بواسطة هذا الزر. يقلل النظام من مشاكل الدفع الأمامي المعتادة، فهو يقلل من انزلاق العجلة الداخلية لدى التسارع في المنعطفات، ويقوم بتوجيه المزيد من القوة إلى العجلات الخارجية. بمجرد أن يجلس المرء على المقاعد الصغيرة والضيقة، يجد أنها عالية جداً مقارنة مع باقي السيارات الرياضية، وهذا يجعل السيارة تبدو بالفعل كسيارة فان صغيرة. إلا أنه من غير الممكن تعديل الارتفاع، كما أن عجلة القيادة رغم أنها سميكة ويسهل الإمساك بها، إلا أنها كبيرة أكثر من اللازم في رأيي، ولو كان قطرها أصغر ببوصتين لكانت أفضل. المواد المستخدمة في الداخل من الجلد الجميل كما هنا على الجانب، ولكن على العكس من ذلك يبدو البلاستيك رخيصا جدا.
على أي حال، يمكنني ربط هاتف النقال عبر بلوتوث واستخدامه عبر السماعة الخارجية، لكن الاستماع إلى الموسيقى من هاتفي من خلال المسجل الذي يبدو عتيقاً إلى حد ما يتطلب استخدام كابل مساعد أو كابل USB. استجابت فيات لرغبة عملائها وستقدم قريباً الجيل القادم من تطبيق أبل كار بلاي وكذلك أندرويد السيارات. كل هذه نقاط يتم نسيانها بسرعة كبيرة بمجرد الضغط على دواسة البنزين. ولنكون صادقين، من يرغب في الاستماع إلى الموسيقى عندما تكون هذه الأوركسترا الخاصة وراءه؟ ليس هناك وصف أفضل من العقرب لهذه السيارة الرياضية، فهي صغيرة وسريعة ورياضية ورشيقة ومندفعة. ومن يقودها يستمتع بالتأكيد بقيادتها وبميزاتها الرياضية البحتة. لكن من يبحث عن أدنى متطلبات الراحة فإنه سيصاب باليأس بشكل سريع جداً.